أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم. واذكر في الكتاب
مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام
قالت أنى يكون لي غلام قال كذلك 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 قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا
كان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءك المخاض إلى جذع النخلة فأجاءك المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فكلي واشربي وقري عينا.
فكلي واشربي وقري غينا فكلي واشربي وقري فأجاءك المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت قد جعل ربك تحتك سريا وغذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فناداها من تحتها ألا تحزني الله الله
ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم قالوا يا مريم يا مريم
يا مريم. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. قال إني عبد قال إني عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرّا بوالدتي وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا.
جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم والسلام علي يوم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ترون ما كان لله أن ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه
كما يقول له كن فيكون. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم. لا
أيا ذنب الله يقدر عليه يا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره يا حد أيحسب أن لم يره وحد ألم نجعل له ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة وما أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة فك رقبة أو الطائر
مسكينا ذا مثربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحق؟ ما الحق وما أدريك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل فهل تري لهم من باقية وجه فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء
وعملناكم في الجنة لنجعلها لكم تذكرة وتعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة وانشقت السماء فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول
فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم صدق الله العلي العظيم.